المدينة القديمة من الميناء المحملة بمادة خام من الحديد. الشحنة الأولى بثمن 1500 طن يعني صباحا، وإن شاء الله في المساء راح نستلم الشحنة الثانية والتي ثمن 1500 طن يعني 3000 طن يومي. إن شاء الله في قادم الأيام راح نرفع الشحنة والتي هي مستقبلا من 3000 إلى 6000 طن.